مرحب أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير حلو لرمضان، سهلة وبسيطة وكتير كتير طيبة ورائعة. بدنا نعمل صنفين بالقشطة والشوكولا بعجين مقرمشي، وعن جد عن جد بتفتفت وكتير كتير طيبة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. عنا هيدي العجينة، عجينة البوف بيستري. هيدي العجينة بنشتريها من السوبر ماركت. بنقطعها بقطعة العجين، ممكن تقطعوها فنجان، اي شي متوفر عندكم كمان ما في مشكلة. بعد ما قطعنا العجين بهيدا الشكل، هلأ بحطهم على ورقة الزبدة. قبل ما انقلهم على ورقة الزبدة، بدهن ورقة الزبدة زبدة. عندي هون زبدة دايبة، بدهن الورقة. هلأ بنقل العجينة. بعد ما حطيت العجينة على ورقة الزبدة، بعملها بالشوكة بهيدا الشكل، من النص بنعملها، شايفين كيف؟ نفس الشيء بعد ما عملنا العجينة بالشوكة بهيدا الشكل، هلأ بدخلها فرن حامي على درجة حرارة 220 من الأعلى والأسفل. بدنا نعمل هلأ أنا وياكم القشطة. عندي كوب حليب بدنا نغليه على الغاز. بنحط الحليب على الغاز. بسخن الحليب قبل الغليان. عندي هون حوالي 4 معالق طعام خال، بنحطهم فوق الحليب. منحرك ليفصل الحليب عن المي. شايفين دغري فصل الحليب عن المي. هلأ بصفيهم بالمصفاي. لنكفي طريقة القشطة، عنا كمان كوب حليب بنحطه بالطنجرة. بضيف ملعقة طعم سكر، ملعقة طعم نشا. حركن شوي، حركن تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. بس اشتد عند الخليط بهيدا الشكل، هلأ بحط ملعقة طعام مزهر. حطينا ملعقة طعم مزهر، بحركهم مع بعض. انتهينا من المهلبية. الخليط اللي صفيته أنا وياكم بحطه فوق المهلبية، بخلطهم مع بعض منيح. هلأ بفضيهم بصحن. بحطهم على جنب على المجلى، وبس يصيروا بحرارة الغرفة بحطهم بالبراد وكل شوي بحركهم. هيدي العجينة اللي حطيتها أنا وياكم بالفرن، أخدت معنا بالفرن 7 دقايق على القد. بدهن على الوش زبدة، الزبدة بتعطيها كتير لون حلو. بس تصير جاهزة عنا القشطة، بنكفي الطريقة أنا وياكم.
بس جمدت عنا القشطة منيح. هلا بدنا نحطها مع وجه العجينة. رح اعمل قصمة بشوكولا وقصم بقشطة. هيدي الحلوة لرمضان كتير سهلة وسريعة وبسيطة، ما بتاخد مننا وقت بالتحضير مثل ما شفتوا، كتير كتير سهلة. هيدي للي بحبوا الشوكولا. هلأ لعليها قشطة برش فستق حلبي. واللي عليها شوكولا برش شوكليت تشيبس. بكفي الباقيين برجع بكفي انا وياكم. هيدي الحلو اللي عملتها أنا وياكم لرمضان، حلو عن جد عن جد، بنصحكم تجربوها، كتير طيبة ورائعة وبتشهي. القشطة أكيد يلي بحب بحط عليها قطر، والشوكولا بتحطوا عليها سكر بودرة. هيدا الشكل، السكر بيعطيها كتير شكل رائع. هيدي الحلو اللي عملتها أنا وياكم، بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم. تعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاية. باي باي حبايبي.